السلام عليكم. أعلن في التاسع من الشهر الجاري في نواكشوط عن ميلاد تيار سياسي جديد باسم النهوض من أجل الوطن، ويهدف التيار إلى تجديد الطبقة السياسية في البلاد وخلق منظومة ديمقراطية تتسم بالكثير من الحريات والانفتاح في العمل السياسي بشكل فعال من خلال الاستعانة بكافة الفئات وخاصة الطبقات الشبابية. معنا لمناقشة هذا الموضوع فيما يتعلق بهذا التيار الجديد وكذلك المشهد السياسي والتناوب السلمي حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، معنا الدكتور علي أولو المحجوب رئيس تيار النهوض من أجل الوطن. أهلا بكم. أهلا وسهلا بك. بداية، ما أهداف هذا التيار الجديد، تيار وليد، تيار النهوض من أجل الوطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أشكر قناة الساحل اللي تحت فرصة التحدث عن هذا التيار وفي هذا الموضوع اللي هو خضم المشهد السياسي. وتيار النهوض من أجل الوطن تيار سياسي يطرح طرح وسطي عنده مجموعة من الأهداف تخدم تجديد الطبقة السياسية ضمن منظور وطني بحت، وتتحاشى التخندق السياسي من أجل مصالح ذاتية أو مصالح شخصية، ويحاول أن يقدم نموذج لتعاطي سياسي وطرح سياسي وطني بغض النظر عن المصالح وعن الرؤية الضيقة. كما أن التيار يحوي مجموعة من الكفاءات، انضمت له مجموعة من الكفاءات كانت في غالبها بعيدة عن ممارسة العمل السياسي نتيجة لعزوف عن الطرح السياسي اللي موجود، لم تجد ذاتها في الأحزاب القديمة ولم تجد ذاتها في الأحزاب السياسية اللي ظهرت في مراحل لاحقة. أعضاء هذا التيار يتكونون من الشباب فقط أم من كافة الفئات العمرية المختلفة؟ وكذلك كيف صفتهم من الناحية الثقافية؟ بالنسبة للتيار يتكون من فئات، أساسا فئات الشباب والأطر، فيها دكاترة أساتذة جامعيين ولكن بأعمار أيضا متوسطة، فيه أطباء، فيه مهندسين، فيه أساتذة تعليم ثانوي، فيه نساء موظفات في دوائر الدولة المختلفة، وفيه شباب أيضا موظفين في مؤسسات عمومية. معناها أنه يجمع جميع الفئات، ولكن حقيقة الأمر مؤسسين للتيار من الطبقة المثقفة والطبقة العاملة ابتداء مساتذ الجامعيين والأطباء والأساتذة وهكذا. إلى ما يهدف؟ ما هي أهم أهداف هذا التيار؟ يهدف التيار نتيجة لوجود الكثير من التيارات السياسية والأحزاب السياسية في البلد، كما لاحظتم في الفترات الأخيرة كان هناك الكثير من الأطر والشباب الموريتانيين التكنوقراط لا يمارسون العمل السياسي، ونتيجة لعلاقاتنا بكثير من الأخوة وأنا أحد منهم نناقش دائما لماذا لا نكون فاعلين في العمل السياسي ونظل نطالب الدولة بالإصلاحات، لماذا لما نكون نحن جزءا من إنجاز هذه الإصلاحات، لماذا العزوف عن العمل السياسي؟ ولاحظنا من خلال الحوارات بيننا لفترات طويلة على أن السبب الطرح السياسي الراهن، ليس مستعدين الأطر والشباب على أنهم يتبنوا طرح سياسي ذنبته، فيه القفز على المكتسبات الوطنية، فيه عدم رؤية واضحة لحل مشاكل وطنية شائكة. الأحزاب السياسية تقريبا نفس النمط، نفس الطرح، تنتظر المواسم السياسية لتظهر، تختفي بعد اختفاء المواسم السياسية، هذا للأسف مع بعض حالات استثناء. هذا السبب هو اللي خلى أن تجد ثلة من الأطر أنها تفكر كيف تقوم بالعمل السياسي ولا تدخل ضمن هذا الحراك. إذا فكرة إنشاء تيار النهوض من أجل الوطن فكرتكم أنت فكرتك أنت وحدك، أم هناك كذلك يعني أفكار أن هناك آخرين كذلك شاركوا معك في هذه الفكرة؟ لا، هي فكرة مجموعة من الأطر كانت بينها علاقات شخصية وكانت دائما تطرح مشاكل الوطن المطروحة من استقلاله حتى الآن، دائما تناقش طرح وطني. هي مجموعة من الأطر لا تستطيع أنها تجد نفسها خارج العملية، لأن لولا ذلك ما قبلت أنها تتجه للعمل السياسي، ولكن في مرحلة لاحقة كانوا يظنون أنك ممكن تخدم الوطن من وراء الكواليس من دون أنك تمارس العمل السياسي نتيجة للطرح السياسي اللي لا نراه مناسبا، كان نوع من الهروب. ولكن في لحظة معينة قررنا احنا مع بعض نتيجة لتقاطع أفكارنا على أن نشكل تيار سياسي يطرح طرح وسطي ويثبت للساحة السياسية سواء الراديكالية أو الحديثة على أن في طرح سياسي وطني
ما يخدم الأشخاص لحد ذاتهم وإنما يخدم موريتانيا، ويكون تخندق السياسي على أساس ما يراه في مصلحة موريتانيا. وليس فقط هذا، بل أنه في مجموعة من الأطر قادرة على تقديم رؤية، ليست لمطالب فقط، قادمين على تقديم رؤية في التعليم. عندنا برنامج سياسي متكامل اكتمل الآن، عندنا رؤية واضحة في التعليم، عندنا في الصحة. إذن ما هي مواقفكم السياسية العامة في البلد حول ما يدور في البلد؟ احنا كتيار ولدنا قبل فترة قليلة كتيار بشكل الفعلي، ولكن احنا كمثقفين وكأطر دائما عندنا رأي في مصلحة الوطن، رأي في بناء بلدنا، ونحاول علينا ذاك الرأي نجسدوه من خلال رؤية، بدل من نقدم نمط سياسي تقليدي أو رؤية في التعليم تقليدية أو رؤية في الصحة تقليدية، حاولنا من خلال وجود الأطباء ووجود الأساتذة على أن نقدم رؤية للناس كانت في الميدان، ميدان التعليم رؤية واضحة، ميدان الصحة رؤية واضحة. وضمن هذا أيضا ما أننا بعيدين عن الطرح السياسي وعن المرحلة الراهنة اللي تمر به البلد من حيث انتخابات رئاسية وغيرها، ونتداول دائما في إطار على أن نأخذ موقف سياسي يتبنى ذيك الرؤية الوطنية وذاك الطرح الوطني الوسطي. إذن فيما يتعلق كذلك بالانتخابات المزمع تنظيمها في شهر يونيو القادم، ما رأيكم حول المترشحين وحول هذه الانتخابات المقبلة؟ رأينا احنا كما أشرت لك نحاول أن لا نكون نمطيين في المعاملة السياسية، نحاول أن نطرح طرح إيديولوجي فكري، من تقاطع معنا في هذا الرأي فنحن معه في المشروع، ومن لم يتقاطع معنا في هذا الرأي نحن لن نكون معه في المشروع. أيضا لسنا مواطنين عاديين نطلب مطالح، صحيح نحن مواطنين نحاول تحسين الصحة، تحسين التعليم، تحسين البنى التحتية للبلد، هذا نطالب به، ونثمن ما أنجز ونسعى لما هو أكثر، ولكن لا نخاطب الترشحات السياسية والحراك السياسي من منظور مطالب، بل نحن عندنا فكر وعندنا طرح سياسي وطني من أجل مصلحة البلد، لا ينقيس عليه برامج المترشحين، ما تطابق معه لا ينعد هو الأقرب لنا، يبدأ بعد ذلك نقاشنا مع هذا المرشح. إذن هل يمكن أن تحدد لنا من هؤلاء المترشحين تطابق معه، يعني من خلال أهداف من خلال برامجه يمكن أن تحدد لنا أنه تطابق معكم مثلا؟ هو كما تعلمون سواء في الموالات أو في المعارضة، هو كما تعلمون الطرح البرامج السياسية لم تطرح بالمعنى العملي، لم نجد لحد الآن أي برنامج سياسي لأي مرشح يقول أنا سأعمل في كذا وكذا وكذا، وقطعاً في انتظار الحملة فهم خطوط عريضة لبعض المترشحين حول مجموعة من البرامج، وحنا نسعى على أن سنشكل هيئة اتصال من التيار، تبدأ الاتصال بالمرشحين ويكون حوار مباشر وفق طرح وطني، ما فيه كواليس، ما فيه مصالح شخصية، ما فيه مصالح ذاتية، وجميع المرشحين مواطنين موريتانيين عندهم طرح، دعنا نستمع ونطرح إشكالياتنا ونطرح مطالبنا ومدى قدرتنا على المساعدة في حل هذه الإشكاليات، وذاك اللي نتفق معه ويتفق مع نظرتنا للأمور سيكون هو ندعم إن شاء الله تعالى. من بين نحدد الآن. نعم، من بين أهدافكم الاستعانة بالشباب، بالطاقة الشبابية وإعطائها يعني ثقة معينة، كيف تفسرون ذلك؟ لماذا أعطيتم ثقتكم بالشباب والاستعانة بهذه الفئة دون غيرها من الفئات الأخرى؟ هو نحن لسنا منغلقين على الشباب فقط أو فئات عمرية محددة، نحن منفتحين لكل الموريتانيين، ولكن بالتحديد الشباب عندكم موقف معين حول الشباب؟ بالضبط، لأنكم كما تلاحظون تشديد الطبقة السياسية اللي أتيحت فرصته قبل سنوات، نحن نرى أنه أثناء التطبيق شابه بعض الأخطاء، لم تشكل الأحزاب الشبابية كما نرى في كثير من حالاتها ملبية للطموح اللي كان لدينا احنا كشباب وكأطر، وهي طبعا أحزاب ورؤية موجهة لأن مشاركة الشباب بأعمار مختلفة، طبعا ما هي فهم الشباب طفولة، فهم الطفولة الصغرى، فهم الشباب، وهم احنا تقريبا بمرحلة النضوج كاملين، يقر لا نرى أن للحراك السياسي الشبابي اعلنوا لبى طموح الكثير من الشباب والكثير من الأطر، وبالتالي نحن نتيح فرصة من خلال طرح سياسي يتساوى فيه الجميع. يعني التيار الآن تشكل 9 أبريل، من يأتي نهاية السنة سيطلع على برنامج التيار وهو يأخذ القرار بالانتماء للتيار أو عدمه. ما نيانا له نجيبه نتيجة لعلاقات شخصية، صحيح قد نجيبه لعلاقات شخصية، نقول له تفضل برنامج التيار رؤيته كذا وكذا، ينضم يصبح. هل هذا يعني أن برامجكم حتى الآن لم تكتمل؟ لا، برامجنا اكتمل، رؤيتنا السياسية من ناحية الاجتماعية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية التعليم، من ناحية هوية البلد. هل هي قابلة كذلك للتحويل والتبديل؟ لا، هي فيها ثوابت غير قابلة للتحويل،
مثلا القضايا الوطنية الكبرى نحن ضمن مبادئ المكتوب وبيان السياسي الذي تم توزيعه على أنها غير خاضعة للنقاش السياسي أصلا. نحن نرى كتيار سياسي على أن القضايا الوطنية المصيرية أنها تخرج من دائرة النقاش السياسي. على سبيل المثال نحن لسنا مستعدين على أن نناقش مع مرشح رئاسي هل أنت ستحل مشكلة العبودية أو لا، لا هذه مسألة مفروغ منها، ولكن ماذا جهزت لحل مشكلة العبودية؟ لا نقبل أنه أحد يأتي في يوم من الأيام ويناقش هوية البلد، هوية البلد حسمت بالنسبة لنا، بلد عربي إفريقي مسلم خلاص، ما فيها رجاج شخص ثاني أو طرح سياسي لا يقول لنا أنا أرى في الهوية كذا، لا هذه مسائل تخرج عن دائرة النقاش السياسي. والبرامج السياسية بالنسبة للمرشحين والعمل السياسي تطرح على أساس ماذا سنقدم لحل هذه المشاكل الوطنية العالقة، وليس نقاش القضايا الوطنية العالقة. لكن التيار تيار سياسي، لذلك هو تيار سياسي. الكثير يتهم البعض أو بعض الأطراف السياسية في البداية، بدايتها حلو ومر، عفوا بدايتها حلو وعسل، لكن في أغلب الأحيان نهاية هذه التيارات تنتهي بطريقة مريرة جدا، فيه نوع من الخداع يعني الشعب أو ما شابه ذلك. بالضبط هذا هو، يعني احنا خالق مفاهيم للأسف ركبت على السياسة نتيجة لممارسة السياسة. مثلا السياسة فن الممكن، هذا أيضا عام عند العالم، ولكن فن الممكن وفق رؤية، وفق رؤية. مثلا أنا عندي رؤية على أني أوحد البلد ضمن منظور وطني فقط وابن الدولة الوطنية، معناه أني فن الممكن بالنسبة لي ما يمكن أن أحققه لهذه الفكرة، هذا هو فن الممكن. مثلا السياسة كتعبير يقول لك هذا لا سياسة، معناها أنه شيء غير صادق. نحن نسعى على أن نطرح للسياسيين قبل المواطنين على أن طرحنا سياسي وطني صادق، على بابه ما في شيء تحت شيء به اللي ما أنه في سلطة نعودوا مثلا ندوروا نكسبوا المواطنين من أجل أن السلطة، ما أنه معارضة ندوروا نكسبوا الناس كانت تمشي عكس السلطة. احنا تيار سياسي عنده موريتانيا اولا وموريتانيا اخيرا، من يخدم موريتانيا نحن نكون له جنود، من لا يريد خدمه موريتانيا يريد خداع المواطنين بطرح سياسي عقيم كان موجود قديما انتهينا منه، ما احنا لسنا مستعدين له. قد نكون قله في البدايه لان مؤمنين بفكره ولا نجمع الناس على اساس مصالح، لكن مع الوقت ان شاء الله نحن نسعى لايجاد المؤمنين بالفكره وليس الحشد السياسي كما هو حشد مجرد. لذلك نسعى على أن نتحاشى النقطة اللي أشرت لها، المنظور السيء أو النظرة السيئة لممارسة العمل السياسي في بلدنا اللي اشتغلت عليها الكثير من الأحزاب السياسية للأسف، نحاول أن نقول لهم السياسة ما ذنبت. إذن يقال كذلك بأن ممارسة العمل السياسي يتطلب نوع من الحذاقة والحنكة ونوع من الخداع كذلك، إذن ما تقولون أنتم ألا ترون بأن هذا يعارض ما تقولون؟ لا، إحنا لا نؤمن على أنه في العمل السياسي الخداع. العمل السياسي فيه يجب أن تكون فيه مكاشفة طرح. لماذا الخداع أصلاً؟ الخداع أيام العمل السري، أيام العمل السري ممكن أي تيار سياسي يعمل عمل سري، يزرق منشورات، يزرق مردة، يدور يوجه السلطة شور تجاه ثاني، هذا هو الخداع كما نرى احنا. ما دام فهم انفتاح ديمقراطي وعمل سياسي حر، لماذا الخداع؟ يجب أن تطرح للمواطنين. ثانياً المواطنين لم يكونوا مواطنين، لم يعودوا مواطنين الثمانينات والسبعينات والتسعينات، لا، الناس واعية، وسائل الاتصال تحت كل المعلومات. معناه أنك ممكن كنت تخدعني يومين وثلاثة، ولكن ممكن تخدعني أربعة أيام. معناه إحنا نعي هذا الوعي اللي عند المواطنين ونسعى على استثماره لمصلحة البلد. لنعود إلى المشهد السياسي الموريتاني قبل هنا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ما رأيك حول مواقف المعارضة فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات المقبلة للحد من ظاهرة الغش ومنع التزوير؟ نحن نرى على الجميع من مصلحته على أن تكون في شفافية، هذا مصلحة الجميع. أي عملية سياسية وأي عملية ديمقراطية إذا تخلو من الشفافية ما تجيب نتيجتها المرجوة. والشفافية قد لا، التزوير لم يعد من مفهوم التزوير القديم، التزوير القديم انتهى مع البصمة ومع البطاقة ومع الرقم الوطني الوحيد، لم يعد هناك التزوير القديم كما كان مفهوم. هذا أيضا من المسائل. كيف كانت التزوير القديم؟ التزوير القديم كانت ممكن تزوير في الوثائق، تزوير في بطاقات التعريف اللي كانت ممكن المواطن الواحد يكون عنده 10 بطاقات، ممكن الصندوق تمليه من الأوراق في مقاطعة وتجيبه، هذا مستحيل الآن. مستحيل الآن. معناه أن الخداع الآن هو خداع تزوير إيرادات. تزوير الإيرادات هو اللي يسعى التيار السياسي على أن المواطن يكون على بين. يجب على كل مرشح أنه يطرح برنامجه للمواطنين بصراحة وشفافية. إحنا عندنا حرية، لماذا ما نستثمر هذه الحرية؟ صحيح نسعى لتطوير منظومتنا الديمقراطية،
لجنة الانتخابات أي مطلب بالنسبة للمعارضة أو الموالاة من أجل تحسينها يجب أن يرفق بإثباتات، ما أني أنا معارض نظل دائما نقولها فاشلة وأنا كموالي نظل دائما نقولها ناجحة. لا، أنا كمعارض أرى هفوات في اللجنة المستقلة للانتخابات وأقدمها وأنشرها للمواطنين ونقول لهم أنا أطالب اللجنة الانتخابية بكذا وكذا وكذا. المواطنين يقيسوها على حجم كم المعلومات اللي أصبح لديهم ويشوفونها لا أنا صادق أم لا. برأيكم هل ترون بأن هذه الانتخابات ستخلو من شراء ذمم مثلا؟ نحن كتيار نسعى على توعية المواطنين لهذه المسألة وعلى أن يكون طرحنا السياسي مع أي مرشح في حالة قررنا دعم مرشح على الحفاظ على هذه المسألة. نحن لن نكون جزءا من 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 شراء الذمم أو من تزوير الأمور، ولكن لكل قاعدة شوال، لن تكون الأمور 100% كما يقال، ولكن الاتجاه العام ومجال الحرية وما موفر من إمكانيات ودرجة الوعي عند المواطنين يجي منها في هذه الانتخابات تحديدا. الناس أصبحت على دراية كبيرة من الوعي، عندها حرية الإرادة، من يمشي في اتجاه معين أكيد على أنه فكر فيه وليس مسألة شراء الذمم، لأن شراء الذمم واحد يبقى وراء الستار ممكن يصوت لك وممكن يصوت ضده، أحسن تكسب واحد يعود. كثر الحديث فيما يتعلق بمرشح الأغلبية أو محمد الغزواني قام بجولات في الولايات الداخلية، لماذا برأيكم هذه الجولة خصصت فقط لمرشح معين دون غيره عند البعض؟ ومن يتساءل آخر ثم من يسأل كذلك أن لديه الحق، لديه الحرية، الباب مفتوح للجميع، يمكن للجميع أن يسافر في أي مكان من الولايات الداخلية للتحسيس بحملته بالضبط. مع أن الحملة لم تبدأ بعد. بالضبط، هو كما أشرت له الدولة ممكن ما منعت أحد على أن يقوم بجولة، وليد غازواني مرشح يقوم بجولة، برام، سيدي محمد البوبكر، لماذا؟ لا توجد أي قانون يمنع واحد على أن يقوم بجولة داخل الوطن. نحن نرى أن نتاحة الفرصة كانت متساوية للجميع، فقط ممكن اللي يشار إليه كانت للجميع العين. لكن لماذا برأيكم فقط الغزواني هو الذي يدور في الولايات؟ لا، والغزواني كمرشح ممكن هو كمرشح. كمرشح يزور الولايات من أجل الاتصال بالمواطنين، ولكن هذا لا يمنع أبو بكر على أنه يزور المواطنين، ولا يمنع برامة ولا غيره من المترشحين، مفتوح البلد لهم. الفرق فقط أنه ممكن واكبت تغطية إعلامية رسمية تحركات الغزواني ولم تواكب تحركات البقية، ولكن بما أنه أيضا فيه إعلام حر وإعلام تجاري كان من متاح أمام البقية على أنهم يأخذون الإعلام يواكب أيضا زياراتهم. أنتم كصاحب أفكار نيرة كيف ترى موقف المعارضة من اتخاذ أكثر من مرشح بدلا من مرشح موحد؟ المعارضة طبعا فيها أحزاب سياسية مختلفة الأعمار ومختلفة الأيديولوجيات ومختلفة النظرات ومختلفة المواقف، وطبيعي تشكلت لهدف واحد أنها تكون ضد مرحلة معينة من النظام، وعندما تبدأ مراحل جديدة أو تنفتح آفاق جديدة تختلف لأن الهدف المشترك مات الموجود. معناها أن المعارضة من الطبيعي لأنها كان من المؤمل عن المعارضة تأخذ مرشح واحد، ولكن نتيجة اختلاف النظرات للمواضيع كل أخذ قراره فيما يخص، ولكن نحن نثمن على أنهم تشاوروا مراحل كثيرة وعقدوا مؤتمرات وناقشوا، هذا حسب ما وصل إلينا المعلومات، وهذا شيء جيد. على الأقل يتخذ القرار بناء على الكثير من النقاشات والاتصالات أفضل مما يؤخذ في أول يوم، وهم أيضا أحزاب سياسية لها نظرتها ونظرتها للشارع، وأكيد عندها تفحص للأمور وأخذت موقفها بناء على الجماهير. لكن المعارضة في البداية اتفقت على مرشح موحد، لكن في آخر المطاف بدأ كل واحد يعني يشكل لجنة خاصة، حتى بدأ الآن كل واحد يشكل يعني ترشحا أو مرشح وحده دون الاتفاق في مرشح موحد، ألا ترون بأن هناك خسارة؟ قد تكون النظرة السياسية بالنسبة لأحزاب المعارضة على أن اختلاف المرشحين يخدمها أكثر في مراحل لاحقة، قد يكون هذا هو الرأي. لماذا نأخذه من الجانب السلبي؟ هي أحزاب سياسية تمارس العمل السياسي، قد تكون نظرتها على أنها تفرق المرشحين من أجل تشتيت الأصوات، وفي مراحل لاحقة عندما يحاولون يصلوا للشوط الثاني يكونون يتحدون، قد يكون هذا هو الطرح، وقد يكون أيضا لا ننسى على أن المعارضة لا يجمعها إلا المعارضة، وبالتالي ليس بضرورة أن تكون مواقفة في النهاية عند مرشح واحد. الحملة الانتخابية
بدأت قبل تاريخها المحدد ولم يبقى الآن إلا بسط الخيام، كيف كما يرى البعض كيف تردون؟ بالنسبة للحملة طبيعي احنا بالنسبة لنا نتعامل مع المسائل قانونيا، بالنسبة للقانون لم تفتح الحملة لحد الآن قانونيا، وبالتالي من مظاهر الحملة عندنا احنا كموريتانيين هو بداية بسط الخيم كما أشرتم، لم تبدأ بعد. التحركات كما أشرت لك صحيح أنها أول مرة تحدث هذه التحركات، تحدث هذه أمام الإعلام، أمام الإعلام ولكن لا ضير فيها ما دامت لا تخالف القانون. مواطن موريتاني يزور قرى موريتانية، صحيح أنها قد تفهم على أنها حملة سابقة لأوانها، ولكنها متاحة أمام الجميع. وإحنا كتيار النهوض من أجل الوطن كما أشرت لك نتابع الأمور من منظورنا، نتابع الأمور من منظورنا، من طرحنا السياسي، من أهدافنا السياسية. إحنا نسعى لمسائل بنيوية للعملية السياسية، لا ننظر للانتخابات إلا كمرحلة، نحن ننظر لما بعد الانتخابات، انتخابات كمرحلة يجبرنا الوقت على أن نمر بها، ولكن ننظر لما بعد الانتخابات من أجل أهدافنا، من أجل حسم قضايا كثيرة، هوية البلد، ترسيم اللغة العربية، إطاحة طرح سياسي محترم يحترم المقدسات. لأن احنا في الفترة الأخيرة من النقاط اللي كانت مثار نقاش كبير داخل تيار النهوض من أجل الوطن التحرك السياسي الأخير من أجل تجديد المأمورية، هذا سبب نقاش كبير داخل المثقفين الموريتانيين والسياسيين الموريتانيين، كيف بمجموعة تطرح مكسب. يعني احنا بالنسبة لنا عبد العزيز الرئيس الحالي أعطانا مكسب على أن نحدد المأموريات، لماذا يأتي من يريد أن نتراجع عن هذا المكسب، خاصة مدة تمارس العمل السياسي؟ رأينا أن هذا غير وارد وسبب نكسة لكثير من الأطر سواء كانوا في الأغلبية أو كانوا في المعارضة، وبالتالي احنا دائما ننظر الأمور ليس آنيا. إذن هل هذه مسألة صحية ديمقراطيا؟ قضية المطالبة بالمأموريات لا، ليست صحية مطلقا، لأن احنا مع قدوم الرئيس محمد عبد العزيز من المكاسب المهمة اللي تذكر فتشكر على أن نحدد المأموريات وأقسم يمين. كيف تأتي ناس حاكمة والرئيس عنده إنجازات ممكن تدافع عنه بهذه الإنجازات؟ المهم ربما لم يعد لها قيمة لأن صفحة المأموريات طويت الآن بالضبط. تجاوزنا ذلك. الآن أنتم طرح سياسة، يعني طرح سياسة جديدة محترمة، هذا هو هدفكم وغايتكم، هل أنتم كذلك تنوون في أن تطوروا بتياركم ليصبح حزبا جديدا، أم أنكم تنوون كذلك الانضمام إلى أحد الأحزاب الموريتانية؟ لا بالعكس، احنا ما نسعى إليه على أن يكون تيارنا حزب، وسنبدأ بالإجراءات القانونية قريبا. يبقى فقط مسألة الانتظار، ما علينا سنقوم به كمطالب قانونية وكإجراءات قانونية، والباقي على السلطة وفي إطار حل. لكن لا تنسون أن كثرة الكثير من الأحزاب بدأت بتيار ثم بالتسلسل يصبح حزب. لا، حسب المعلومات اللي عندي ما لم أسمع، يعني في المعلومات اللي عندي الآن بدأ تيار بعد الحزب، ولكن لا ضير إن كانوا بدأوا بتيارات وبعدين عاد حزب، هذا أولى لأخذ هذه التجربة لأنه بالنهاية أصبحوا أحزاب. نحن نسعى على أن يكون عندنا حزب سياسي، ونسعى على أن نبدأ بإجراءاتنا كحزب سياسي، وطرحنا إن شاء الله سيكون إضافة نوعية للساحة السياسية، وإحنا عندنا القدرة والاستعداد والإيمان أننا نحافظ عليه ولا نتعرضوا لنكسات فكرية على الأقل. ممكن واحد ينسحب ولكن يبقى الفكر موجود، وأي شخص من التيار النهوض من أجل الوطن سواء مازال تيار أو ما عاد يكون حزب، مفروض أي مكان يكون فيه يكون يؤشر فعلا على أن هذا طرح سياسي محترم، على أنه طرح سياسي يتجاوز الخلافات ويسعى لبناء الدولة الوطنية وفصل السلطات. إحنا ما نحتاجين اليوم هو دولة وطنية، يكون الجميع متساوون أمام القانون ولا يختلفوا إلا في قدر إنجازاتهم وما قدموه للوطن، هذا نسعى له بصدق. لأن كما أشرت لك ما أننا مرشحين ولا أننا مترشحين ولا أننا برلمانيين، معناه أننا صادقين مع المواطنين. إحنا سياني عندنا مواطن من الجنوب من الشمال من الوسط بغض النظر عن لونه. أنتم ما يهمكم المواطن الشعب، المواطن الموريتاني، ونسعى على أن المواطن الموريتاني يفهم أن هذه ميزته، ميزتك على أنك مواطن موريتاني، لا أزيد أنا عليك ولا أنت تزيد علي، هذا نسعى على أن نرسخه في المواطن قبل أن تكون هناك انتخابات وقبل أن ندعوه للتصويت لنا في الانتخابات وترشح. المهم يكون هو مؤمن به، يكون مؤمن بالفكرة، ونسعى طبعا للعمل المشاركة في العمل من أجل أننا نقد ونطبق ذي الرؤية ونطورها في اتجاه المستقبل. ما دوركم إذن في ما كنت تقوله الآن؟ هل سيتم التنسيق بينكم وبين الأحزاب سواء معالات أو معارضة لكي تقوموا بتمرير بعض أهدافكم أم ماذا؟
لا هو لا قد أهداف سياسية ليست بالضرورة أنك تنسق مع أحزاب سياسية لتمرير أهدافك. هو الشعب أمام الجميع، نحن تيار سياسي وهناك أحزاب سياسية وهناك تيارات سياسية، الشعب أمام الجميع ويستمع للجميع، ويجب أن الشعب بما أنه عنده الحرية الكاملة فإنه يختار الطرح السياسي المناسب. وإحنا عندنا أمل على أن الطبقات المثقفة والأطر اللي كانوا في فترات معينة عازفين عن ممارسة العمل السياسي أنهم يجدوا صداهم في هذا التيار، ونحن ندعوهم جميعا بهذه المناسبة. وصلت الفكرة. كسؤال أخير وفي أقل من دقيقة، كيف ترون الساحة السياسية الموريتانية القادمة؟ ألا تخشون من أننا سنكون مثلا أو مثل بعض الدول الجوار في أفريقيا مثلا كالجزائر وكالسودان وما شابه ذلك، هذه المشاكل خروج مظاهرات ما شابه ذلك، ألا تخشون كذلك مثلها في موريتانيا؟ والله أنا شخصيا بغض النظر عن التفاؤل لأني بطبيعتي متفائل، ولكن أرى أن الشعب الموريتاني والطبقة السياسية الموريتانية على الرغم من المآخذ عليها وعلى الرغم من كل شيء، أرى أنها نرفع لها القبعة على أنها حافظت على موريتانيا في أوقات أكثر حرج من الآن، حافظت على موريتانيا ولا دخلنا حروب ولا دخلنا مشاكل ولا دخلنا هذا الربيع العربي اللي أصبح صيفا عربيا حارا. الحمد لله طبقة سياسية كانت بالمستوى سواء كانت موالاة أو معارضة على أنها حافظت على سلم البلد، وإحنا طبيعتنا سلمية ويجب أن نحافظ على بلدنا، وإحنا أشرنا عليها في خطاب التيار. شكرا. على أنه أمن الله لنا وطنا آمنا ويتخطف الناس من حولنا. في ختام النشرة، في ختام الحلقة من الحدث، أشكر الدكتور علي والمحجوب رئيس التيار النهوض من أجل الوطن، كنت معنا في الحدث، كما أشكر خالد الذهبي وفيفال، أشكركم وإلى اللقاء.